مرحبا بكم. المشهد الليلة يبحث في خطة التنين الصيني التوسعية. قواعد بحرية جديدة خارج بكين بهدف تأمين مشاريعها الاقتصادية والتجارية، وعلى رأسها مبادرة الحزام والطريق. هذا ما كشفته تقارير غربية. فهل انتقلت الصين من سياسة النفوذ الناعم، أي الاستثمارات والقروض، إلى النفوذ العسكري لترسيخ تواجدها العالمي؟ وهل بذلك كشفت بكين عن طموحاتها العسكرية؟ وهل انتقلت المنافسة الأمريكية الصينية من الاقتصاد والتكنولوجيا إلى القواعد العسكرية؟ إذن في ظل اختلال المعادلة الدولية وتخبطها جراء الحروب المتتالية، تتضح جليا مواقف دول عظمى تجاه سياسة القطب الواحد التي انتهجتها الولايات المتحدة وحلفائها منذ عقود. يبدو أن الأمر في طريقه إلى التغيير. ها هو الجيش الصيني يخطط لبناء مجموعة من القواعد البحرية في الخارج ضمن مساعيه لحماية طرق الشحن والتجارة وتعزيز حضوره العسكري وقدراته على مقاومة العقوبات الغربية. القوات البحرية الصينية لها قاعدة عسكرية واحدة فقط بالخارج على ساحل القرن الأفريقي في جيبوتي، إلا أن الصين تتجه إلى زيادة هذا العدد من خلال إنشاء قواعد بحرية في سريلانكا وغينيا وباكستان في العامين أو الخمسة أعوام القادمة، كل هذا بحسب تقرير لمعهد الأبحاث الأمريكي 8 داتا. التقرير وضع كذلك خيارات أخرى، وتحديدا في المدن التي تستثمر فيها الصين مثل مدينة كريبي في الكاميرون ومدينة ريام في كمبوديا، وكذلك مدينة تاكالا في موزمبيق. اللافت في التقرير أن هناك دولة عربية ثانية بعد جيبوتي من المتوقع أن تحتضن قواعد عسكرية صينية على أراضيها، ألا وهي العاصمة الموريتانية نواكشوط، وهو خيار مطروح وجذاب للصينيين في ظل استثماراتهم الكبيرة هناك، إضافة إلى قرب هذا البلد العربي من القارة العجوز. من الواضح إذن في التقرير أنه أينما وجدت استثمارات صينية تصبح تلك المنطقة على خارطة التوسع المحتملة، سيما وأن تطوير القواعد البحرية في الخارج أصبح أولوية للجيش الصيني الذي تتماشى طموحاته المستقبلية مع مبادرة الحزام والطريق في دول تواجه صعوبات اقتصادية. نرحب بضيفينا من واشنطن. معنا السيدة هبة القدسي، مديرة مكتب جريدة الشرق الأوسط بواشنطن، ومعنا من عمان المحلل الاستراتيجي اللواء صالح المعايطة. أستاذة هبة، مرحبا بك معنا. سأبدأ معك. يعني كلفة بدء العمل كانت في الحزام والطريق بحسب ما أعلنت الصين عبر جلوبال تايمز الصينية كانت 124 مليار دولار. من أجل هذا المبلغ وهذه الكلفة، هل يمكن أن تبقى الصين على سياستها؟ نعم، هناك توجه بدأ منذ مجيء الرئيس الصيني تشين بينغ أن هناك استراتيجية لتفعيل هذا المشروع الحزام والطريق وبناء مراكز بحرية أو قواعد بحرية في عدة مدن. المشروع يمتد من جنوب شرق آسيا من الصين إلى بعض المناطق في تركمستان وأوزبكستان، ثم إلى أوروبا عبر إيطاليا وعبر البحر المتوسط إلى مصر وإلى جيبوتي، وبعدها أيضا هناك طموحات أن يكون عبر أيضا أثيوبيا والصومال، ثم عبر مدن آسيوية أخرى مثل كمبوديا وسريلانكا وغيرها. وبالتالي هو مشروع طموح للغاية تطمح فيه الصين من بناء ما تسميه سلاسل من اللآلئ أو pearl string، بمعنى أنها تريد وضع استراتيجية اقتصادية قائمة في الأساس على الاقتصاد وعلى الاستثمار وعلى التجارة، لكنها في نفس الوقت تحقق حماية عسكرية وتبني قواعد تجعلها أولاً تحقق ما تصبو إليه من حماية للملاحة، من حماية لسفن الشحن الصينية، من تعظيم للهيمنة الصينية، من استثمارات في البنية التحتية في هذه الدول،
أيضا ما يتعلق بقروض واستغلال موانئ تجعلها لها قدرة على يعني الاستثمار بشكل جيد والتجارة بشكل جيد. وفي الجانب السياسي هناك مزايا جيوسياسية في منافسة الهيمنة الأمريكية وفي تعظيم العوائد الاقتصادية من هذا المشروع. من جانب آخر هناك دول داعمة لهذا المشروع بشكل كبير مثل باكستان، مثل سريلانكا، بعض الدول الأفريقية أيضا التي لا ترى في الصين مثلما ترى في الولايات المتحدة نوعا من الهيمنة ومن فرض بعض المبادئ والقيم الأمريكية والتدخل في الشأن الداخلي للدول والتلويح بقضايا الحرية وحقوق الإنسان وغيرها من الأمور. الاستثمارات الصينية هي اقتصادية بالأساس وترغب في تعزيز النفوذ الصيني من خلال بعض القروض الصينية التي تقدمها لهذه الدول من خلال استغلال هذه الموانئ على يعني مواقع بحرية مهمة. وبالتالي هناك توسع كبير وتضاعفت الأموال التي ذكرتيها إلى ما يقرب من تريليون ونصف تريليون دولار للتوسع في هذه المشروعات الاقتصادية في إطار مشروع الحزام والطريق. طيب سيادة اللواء، هذا التحول في السياسة الصينية كم يمكن أن يأخذ من الوقت؟ لأنه واضح مما ذكرت سيدة هبة بأن هنالك توجه صيني إلى حماية هذه الاستثمارات، وذكرنا كنا نحن هذه الهيئة التنموية 8 داتا التي تحذر دائما من مصيدة الديون الصينية وأنها ستتحول إلى مصيدة عسكرية في الوقت ذاته، وتحدثت كمثال عن سريلانكا التي رهنت أصول سيادية. كيف يمكن أن يحصل هذا التحول إلى عسكري؟ وكم يمكن أن يأخذ من الوقت؟ نعم، لواء صالح يبدو أنك لا تسمعنا. يبدو أن اللواء صالح للأسف لا يسمعنا، ولكن سأعود إليك ريثما تحل مشكلة الصوت. لكن سيدة هبة، يعني كنا نود أن نسأل عن هذا التحول العسكري، هل هو ممكن؟ هل هو متاح؟ اليوم الولايات المتحدة تمتلك قواعد عسكرية في كل العالم وحتى في بحر الصين، الولايات المتحدة تحاصر الصين نفسها. اليوم يسأل عن إمكانية أو مقدرة الصين على هذا التحول وإنجازه. سؤالك هام للغاية لأن هذا يطرح معضلة هذا التنافس والصراع والتعاون الذي تريد الولايات المتحدة إقامة علاقات تعترف أنها متنافسة وأنها متعارضة في بعض الأحيان لكنها تحرص على التعاون في موضوعات أخرى. وهذا بالضبط كما ذكرت، هناك ما يقرب من 800 قاعدة عسكرية للولايات المتحدة في عدد كبير من دول العالم، وهناك مشاكل جيوسياسية شديدة بين واشنطن وبكين فيما يتعلق بطموحات الصين في بحر الصين العظيم، في ما يتعلق برغبة الصين في ضم تايوان. وسيصدر اليوم من البنتاغون الأمريكي حزمة مساعدات جديدة لتايوان، وهذا يعني أن الصراع في منطقة تايوان في مضيق تايوان وفي بحر الصين هو صراع متأزم، وهناك مخاوف كبيرة من أي اشتباكات يمكن أن تؤدي إلى صراع غير محسوب أو نتيجة لسوء الميسكالكوليشن، سوء الحسابات. وبالتالي هناك تركز كبير للعسكرية الأسطول الأمريكي في بحر الصين، وأيضا طموحات صينية تبناها الرئيس الصيني لتعظيم الترسانة العسكرية الصينية. هذا الصراع يبدو أنه سيستمر طويلا ولا يوجد آفاق يعني حلول جيوسياسية ممكنة مع الغموض الاستراتيجي الذي تتبناه الولايات المتحدة فيما يتعلق باستراتيجيتها
حول تايوان وحول الصين واحدة، وأيضا هذه الطموحات الصينية فيما يتعلق بتايوان، بضم تايوان سلما أو حربا. يعني المسائل هنا هي استراتيجية طويلة الأمد، ستتحقق سواء بالسلم أو بالحرب. نعم. من ناحية أخرى هناك أيضا التحالفات، يمكن التحالف ليس للصين تحالفات دفاعية مثل الولايات المتحدة التي مثل نيتو. أقدمت في هذه، يعني في منطقة المحيطين الهادي والهندي، إلى تعزيز تحالفات مع اليابان، مع كوريا الجنوبية، إلى تعزيز تحالفات أكيوس مع أستراليا وبريطانيا، إلى إمداد أستراليا بغواصات نووية، كل ذلك نعم سيدة لمواجهة هبة، هذه نعم الطموحات الصينية. دعيني فقط، ربما عاد إلينا ضيفنا من عمان المحلل الاستراتيجي اللواء صالح المعايطة. لواء صالح، أرجو أنك تسمعني الآن. كنا نتحدث مع سيدة هبة عن إمكانية وتحديات الصين أثناء تحولها إلى قوة عسكرية طاغية. اليوم شي جين بينغ رئيس قوي، لديه رؤية في حوالي 2050. كيف يمكن تصور العالم في عام 2050؟ وكيف يمكن تصور قوة الصين العسكرية؟ بداية كل الشكر على إتاحة هذه الفرصة للحديث عن هذا الموضوع المهم. أولا، الصين تعمل على خطين متوازيين. الخط الأول البعد الاقتصادي، وتعطيه الأولوية الأولى، لأن الولايات المتحدة تدرك تماما أن الصين في طريق أن تكون رقم واحد في العالم اقتصاديا. أما البعد العسكري، تدرك الصين أن الولايات المتحدة تتفوق عليها في المجال العسكري، ولهذا السبب تعطيه الأولوية الثانية. لهذا اتجهت إلى ما أشرت إليه بالتقرير، وهو مبادرة الحزام والطريق. وعندما نتكلم عن مبادرة الحزام والطريق، حتى نوضحها للمشاهد، فهي مبادرة طرق برية وطرق بحرية وأنابيب غاز وأنابيب نفط وخطوط الطاقة الكهربائية والمطارات والإنترنت، يعني تعاون إقليمي دولي. وهذا ما يقلق الولايات المتحدة إذا نجحت الصين في هذه المبادرة. الآن المبادرة انضم إليها أكثر من 123 دولة في العالم. الصين أسواقها مهمة للعالم كله. الصين المسطحات المائية التي تحيط بالصين مهمة جدا للعالم، التجارة الدولية. ولهذا الصين، لهذا السبب الصين تحاول أن تظهر للعالم اقتصاديا أنها رقم واحد، وبذلك يأتي البعد العسكري كأولوية ثانية لتعزيز قدراتها الاقتصادية. ما يحصل بين الصين والولايات المتحدة لغاية الآن ليس صراعا، وهذا ما قاله الرئيس بايدن عندما زار الصين، وبلينكن عندما زار الصين، ووزيرة الخزينة الأمريكية عندما زارت الصين، قالت لا يوجد بيننا صراع. احنا نريد أن يعني إدارة التنافس، أن نتفق على إدارة التنافس الاستراتيجي. هناك تنافس استراتيجي بين الصين والولايات المتحدة وليس صراع، لأنه ليس من مصلحة الصين أن تكون في صراع مع الولايات المتحدة، وليس من مصلحة الولايات المتحدة أن يكون هناك صراع. حتى بعد هذه القواعد سيادة اللواء، يعني حتى بعد بنائها لهذه القواعد من قبل الصين، أولا يعني التدرج، الصين تعمل بنظام القوة الناعمة، التدرج بالإقناع والتأثير. الصين كما أشار تقريركم الواضح أن لا يوجد لها إلا قاعدة واحدة في منطقة جيبوتي، اللي هي المطلة على خليج عدن والمندب والبحر الأحمر. وأعتقد هذه القاعدة تساوي عشرات القواعد، لأنه ما يمر من البحر الأحمر وما بالمندب إلى المحيط الهندي 40% من التجارة العالمية. أعتقد الصين قالت وبالفم المليان إلى الولايات المتحدة، أنتم قلقون من قاعدة واحدة في جيبوتي ولكم حول العالم حوالي الصين تحاول أن تدير التنافس الاستراتيجي مع الولايات المتحدة لمصلحة الطرفين، لأن الأسواق الصينية مهمة لأمريكا، مهمة للعالم كله. المسطحات المائية، عندما نقول مبادرة حزام وطريق، الحزام يعني الموانئ والطريق يعني الطرق البرية، والطرق البرية والموانئ البحرية الموجودة. ودعيني أن الدول التي انضمت إلى المبادرة
كلها ترى تقع على طريق الحزام مثل باكستان وبعض الدول الأفريقية وموريتانيا. أعتقد فكرتك أن المبادرة الصينية تهدف إلى أن تلقى الصين قبولا في هذه الدول من مبدأ الاقتصاد. وكما أشارت الزميلة أن الصين لا تسعى إلى الهيمنة العسكرية. النظرية الواقعية في الولايات المتحدة تركز على الهيمنة وليس على البعد الاقتصادي. الصين على العكس تماما. طيب ابقيا معي ضيفاي الكريمان لو سمحتما. مشاهدينا، استثمارات الصين في موانئ أفريقيا، رشحت مدينة باتا في دولة غينيا كثاني موقع محتمل لإقامة قاعدة بعد تخصيص 659 مليون دولار لتشييد ميناء هناك. التقرير ذاته تحدث عن إمكانية بكين لإنشاء قاعدة بحرية في جوادر باكستان، مستشهدا بالعلاقات الوثيقة بين البلدين. بذلك تستبدل بكين سياستها الناعمة للتمدد اقتصاديا بسياسة القواعد العسكرية خارج أراضيها، على عكس الولايات المتحدة. الصين ليست طرفا في تحالفات الدفاع الدولية، وخصوصا أن معاهدة الدفاع الرسمية الوحيدة التي أبرمتها تربطها بكوريا الشمالية. هذا التوسع ارتكز معدو التقرير فيه على حجم التمويلات الصادرة من البنوك الصينية المملوكة للدولة لصالح مشاريع الموانئ، إضافة إلى القيمة الاستراتيجية للبنية التحتية الحالية والعلاقات القوية مع حكومات البلدان المضيفة. غير أن احتدام المنافسة بين واشنطن وبكين دفع مساعي هذه الأخيرة لتقوية حضورها البحري وفق ما نقلته الغارديان، علاوة على قائمة من 8 خيارات لمواقع يحتمل أن تشيد فيها الصين قواعد بحرية في المستقبل القريب. وفقا لتقرير كشف عنه معهد الأبحاث الأمريكي إذن أيد داتا، الصين اليوم تتجه إلى تعزيز حزامها وعسكرة طريقها على نحو يمكنها من مواجهة التغيرات الدولية المتسارعة. أعود إليك سيدة هبة القدسي من واشنطن. يعني صوت الغرب المسموع دائما لم يعد منفردا اليوم، عندما قال شي جين بينغ أنه كواد والعيون الخمسة لن يقف أمامنا، كان محقا بعد هذه الأخبار. يعني بالطبع لا يمكن إنكار أن طموحات الصين والتوسع الاقتصادي وعسكرة مبادرة الحزام والطريق والطموحات التي أعلنتها بكين في إقامة 8 قواعد عسكرية، هذا يقلق الولايات المتحدة، خاصة أن الصين تدخل يعني بمنطلق اقتصادي وبديون تستثمرها لصالح وبإدارة لهذه الموانئ تصل إلى 99 عام، وبسياسة تسمى دبلوماسية الديون التي تجعل هذه الدول سواء في القارة الأفريقية أو الآسيوية مضطرة للتعاون مع الصين. وأيضا هذا التعاون بين الأنظمة الأوتوقراطية مع الصين وتخلي الصين عن أي مبادئ أو قيم يعني تشهرها الولايات المتحدة. أيضا ما يتعلق بالوسائل التكنولوجية والتجسس العسكري والتجسس الاقتصادي وهذه الخلافات في مسائل التجارة والاستثمار بين واشنطن وبكين. لكن في النهاية هناك حدود دنيا تحاول الولايات المتحدة الحفاظ عليها، وهناك قائد أمريكي يعني ذكر أن المسألة ليست حربا باردة، المسألة هي محاولة للحد من التوترات وإقامة سبل أو طرق للتواصل والاتصالات بما يمكن الاقتصاد العالمي من الانتعاش. أيضا واشنطن لديها يعني طرق دبلوماسية للتعاون مع الصين، لديها كان هناك تكثيف للزيارات ما بين أنتوني بلينكين ووزيرة الخارجية وأيضا جون كيري فيما يتعلق بالتعاون في مواجهة التغير المناخي، وبالتالي هناك ملفات مهمة تسعى واشنطن لاستجابة بكين للتعاون فيها، ثم تنحية بعض الملفات التي تتصاعد فيها التوترات. يعني تايوان هي على رأس هذه الملفات التي تثير التوترات وتزعج بكين بشكل كبير. أيضا ما يتعلق بالطموحات في بحر الصين.
لكن يعني على سبيل المثال هناك يعني استراتيجية وضعتها إدارة بايدن ويقوم كورت كامبل في مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض باتباع هذه الاستراتيجية التي ترتكز في الأساس على التحالفات الإقليمية، وهذا هو التوجه الذي تسعى إليه واشنطن في المرحلة الحالية. إضافة إلى ذلك، هناك مع مجيء ويليام بيرنز إلى منصب مدير الاستخبارات الأمريكية أيضا أنشأ وحدة خاصة تتعلق بكيفية مكافحة أو كيف مكافحة من ناحية وتعاون من ناحية مع الصين، أنشأ وحدة كبيرة للتعامل مع القضية الصينية، وهذا يعكس إلى حد كبير اهتمام واشنطن برؤية الصين باعتبارها يعني المنافس الاستراتيجي الهام خلال السنوات نعم. القادمة. ربما تختلف، يعني هي استراتيجية بايدن وضعت كل من روسيا والصين. نعم، هذا فعلا الآن ما هناك شاهدناه عند توقف. اختياره لفريقه، إن كان ويليام بيرنز الذي كان مبعوثا في روسيا وحتى غيرهم، بالضبط. حتى بلينكن أيضا. على كل حال، لواء صالح، نريد أن نستفيد منك قدر الإمكان، لماذا اختاروا سريلانكا الصينيين؟ ما أهميتها الاستراتيجية؟ ما أهمية غينيا باكستان يعني يأتون في المرتبة الثانية؟ نواكشوت ما أهميتها لإقامة قاعدة فيها؟ هل فقط لأنها قريبة من القارة العجوز؟ سؤال جيد. عندما نتكلم عن مبادرة الحزام والطريق، الحزام الموانئ والطريق الطرق البرية، هذه المواقع اللي أنت أشرت لها هي تمثل الحزام. الباكستان هي أهم الموانئ الباكستانية وأكثر حركات تجارية موجودة في تلك المنطقة. موريتانيا تطل على المحيط الهادي، أيضا مهمة جدا. الصين تحاول أن تكون قريبة من المسطحات المائية، وكما قلت في البداية أن هناك أمريكا منذ الحرب الباردة وهي تقود العالم اقتصاديا وعسكريا، مهيمن على العالم. الآن الإدارة الأمريكية تدرك أنها لا تستطيع قيادة العالم اقتصاديا وعسكريا بنفس الوقت، فقد تتراجع أمريكا عن القيادة الاقتصادية لصالح الصين مقابل أن تحتفظ لنفسها بالقيادة العسكرية، لأن الصين تحتاج إلى 10 سنوات وأكثر لتلحق بالقدرات العسكرية الأمريكية. ولهذا السبب إدارة التنافس الاستراتيجي بين أمريكا والصين هو يركز على البعد الاقتصادي. نعم، هناك قلق وهناك تحسب من قبل الإدارة الأمريكية. إذا نجحت مبادرة الحزام والطريق وانتشرت القواعد العسكرية الصينية في تلك المناطق وما يتبعها من مساعدات وبنى تحتية وقوة ناعمة، فقد تؤثر على الحضور الأمريكي الاقتصادي. فقد تقبل أمريكا في يوم من الأيام بأن تقود العالم اقتصاديا، الصين أن تقود العالم اقتصاديا وهي تبقى أن تقود العالم عسكريا. هنا يأتي التوازن بين الصين والولايات المتحدة لأنهما القوتان الأكبر في العالم من حيث الكتلة البشرية والكتلة الاقتصادية والقوة العسكرية النامية في الصين. والصين الخوف من الصين إذا كانت هناك تكتلات اقتصادية وليس عسكرية مع دول الحزام. لماذا باكستان مركز ثقل صناعي تجاري بشري عسكري؟ موريتانيا موقعها الجيوسياسي مهم جدا. بعض الدول الإفريقية مهمة جدا. جيبوتي تشكل أهمية للصيني نظرا ليس لمساحتها ولا لعدد سكانها ولا لقوتها الاقتصادية، لكن موقعها الجيوسياسي المطل على البحر الأحمر، على باب المندب، على الموصل بالمحيط الهادي، هو الذي أدى إلى وجود قاعدة عسكرية في تلك المنطقة. أعتقد القلق الأمريكي نعم في محله، وهو يجب أن احتواء الصين، لأنه إذا استيقظ التنين الصيني سيتحرك العالم، سيهتز العالم في البعد الاقتصادي أولا، وهذا ما تخشى أمريكا. أمريكا لا تخشى عن نفسها وإنما تخشى على حلفائها أن يتم احتوائهم من قبل الصين من خلال القوة الناعمة، من خلال التدريب، من خلال المساعدات، من خلال التكنولوجيا.
الصين تتفوق على أمريكا تكنولوجيا بالتكنولوجيا الذكية والدقيقة، تكنولوجيا الصواريخ، هذا هو المقلق للولايات المتحدة. أما مبادرة الحزام والطريق فهي مرحب فيها لغاية الآن 123 دولة، تحاول الولايات المتحدة أن تحد أو تحتوي الصين. ما كيف تحتوي الصين؟ تحتويها أنها تسمح لها نموها الاقتصادي وتقول لها نحن نتنازل عن العرش الاقتصادي، الدولة الوحيدة الأولى بالاقتصاد الآن أمريكا، يأتي وبعدها الصين، ممكن أن تتراجع عن السيطرة الاقتصادية لصالح الصين مقابل أن تقبل الصين بوقت النمو العسكري وتبقى قوة اقتصادية صاعدة وتوقع قوة اقتصادية. هنا نأتي إلى المفهوم الذي طرحه بايدن وقال أنا الآن في الصين لإدارة التنافس الاستراتيجي بيننا. أعتقد يجب أن نأخذها كمحللين بنقول ماذا يعني بإدارة التنافس؟ يعني ليس محاصصة وإنما تفاهم لنقود العالم، ما بدي أقول بثنائية القطبية، ولا الآن العالم في طريقه إما ثنائية القطبية أو متعدد الأقطاب، وأعتقد روسيا تدعو إلى ذلك، الصين تدعو إلى ذلك، وعدد من الدول حتى حلف أمريكا يدعو إلى ذلك. وبخجل نحن بحاجة إلى تعددية القطبية وحزام الطريق. إذا انتشر بأوروبا وآسيا وأفريقيا أعتقد أصبحت الصين تقود العالم اقتصاديا بكل ما تملكه من القوى البشرية المؤهلة، من التكنولوجيا العسكرية وغير العسكرية. هذا ما أعتقد أمريكا في خطر من حيث التفوق الاقتصادي الصيني، التفوق العسكري بعيد المدى لا يقلق أمريكا في المدى المنظور. شكرا جزيلا من عمان لك المحلل الاستراتيجي اللواء صالح المعايطة، وكانت معنا من واشنطن هبة القدسي مديرة مكتب جريدة الشرق الأوسط بواشنطن. شكرا جزيلا.